ثمن معالي الشيخ خالد بن علي ال خليفه وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الاعلى للمرأه برئاسه صاحبه السمو الملكي الاميره سبيكه بنت ابراهيم ال خليفه حفظها الله في رفض مسيره التنميه من خلال التعاون مع كافه الجهات لتعزيز التشريعات والاجراءات والممارسات اللازمه لحسن تطبيق الخطه الوطنيه لنهوض المراه البحرينيه واكد وزير العدل على ان مسانده المجلس الاعلى للمراه لتطوير البنيه التحتيه للمنظومه العدليه والتي امتدت لعقدين من الزمان اسفرت عن تطوير الاجراءات الشرعيه وانشاء مكتب التوفيق الاسري بوزاره العدل واستحداث خدمات الارشاد الاسري في المحافظات واصدار قانون الاسره الموحد وتخصيص مبنى المحاكم الشرعيه